مو مهم شلون توصل إلى النجاح، لكن المهم دائما شلون تحافظ على هذا النجاح اللي وصلت له. الحياة صعبة ولا يمكن تعطينا كل الأشياء اللي نريدها، راح تجيك أوقات تحس بالتعب وبالاستسلام، لكن لازم ما يصيبك اليأس ولازم تكمل. كل شيء بهالدنيا اختيار، ومو شرط تكون أفضل واحد دائما، كون أفضل نسخة من نفسك. أنا حقول لك ياها حشوف طريق طويل، لكن كل طريق ولا نهاية. السلام عليكم. طبعا ما متعود انه احكي بدون هذا الفيديو، طبعا كله لا ارادي وبدون اي تحضيرات وبدون اي سيناريو. هذا الفيديو فكرت انه اسويه حتى احكي وياكم باعتبار وجه لوجه، واكو كم كلمة العفو ردت اقولها تطلع من كل قلبه الله شاهد. اشكر كل الناس اللي دا يعلقوني ويشجعوني، واشكر كل الناس اللي دا يدزولي هذا الحافز من يومهم، واشكر كل المسجات اللي جاي تجيني، وان شاء الله مستمر بهذا المحتوى اللي انا احبه وانتم حبيته مثل ما دا اشوف. وبس حبيت اقول احنا اليوم تقريبا تاريخ اليوم 24 يوم الاثنين، اليوم وصلنا تقريبا على تيك توك ما يقارب 98، يعني 100,000 إلا، ووصلنا على انستغرام 6,000 إلا، وعلى اليوتيوب راح ندخل على 23,000 متابع. صراحة إذا يرجع بي الوقت لي ورا، يعني أول ما بديت قبل 9 أشهر أو 10، يعني ما كان عندي 100 متابع تقريبا، ما كنت مخلي ببالي إنه آلاف راح تتابعني وآلاف راح يشوفون فيديوهاتي، وعندي فيديوهات وصلت على تيك توك حتى 1,000,000، وعندي فيديوهات بالنص 1,000,000 واصلة. فهاي الأرقام ما كانت تجي ببالي، ما كان يجي ببالي أطلع بالشارع صدفة إنه واحد يشوفني يقول له أنا متابعك لو شيء. الصراحة يعني هو شعور حلو ومو حلو، ما أعرف شلون أوصفه، بس صراحة أكيف من واحد من الشباب يدخل لي اللي هم شباب جيل ويقول لي إنه فيديوهاتك تعطيني واهس إنه أكمل دراسة، فيديوهاتك تعطيني واهس، أو واحد يقول لي استفادت من فيديوهاتك، أو واحد يقول لي حتى ده استفاد من فيديوهاتك مسافر وشوفنا وكذا. يعني هذا الشيء بالنسبة لي أنا أشوفه مو قليل، وهو هذا النجاح اللي أنا بحد ذاته أشوفه. لحد هسه أنا أعتبر روحي بداية الطريق، و يعني فيما قلت لكم أنا بالحقيقة يعني مو قوي بالتعبير عن اللي بداخلي، لهذا السبب اسوي لكم فيديوهات. بعض الاحيان احنا نحتاج نغير الروتين اللي بحياتنا، والسفر هو من افضل الطرق لهذا الشيء. اوكي، خلونا شويه نرجع للبدايه وبدايتي شلون بديت بالسوشيال ميديا بشكل عام. البدايه تقريبا قبل اقل من سنه، يعني 10 او 11 شهر. ما كنت متوقع انه ما كنت ناوي اصلا اصير يوتيوبر او فشي، ما كان ببالي اصلا. البداية كانت انه انزل كم ستوري، وبعض الاصدقاء دخلوا لي عايشين بالخارج قالوا لي علاوي انت ليش ما تستغل هذا الشيء وتسوي قناة وتنشر شيء ثقافة، وقليلة اصلا هاي الثقافة، وانت معلوماتك حلوة بالسفر وبالطيران بما انه هو عملي واختصاصي. فمنا بدت البداية بوقتها من دزولي، هذا بالضبط قبل 10 أشهر. فكنت انا كان عندي رحلة مبيت 3 أيام تقريبا، كانت رحلتنا مدينة نيودلهي، ومن هنا صارت الانطلاقية من مدينة نيودلهي. صورت شيء بسيط وكان لا كاميرا ولا شيء بالموبايل، ونزلته، ووراها فترة قليلة كل الشهر أو هيجي صارت عندي رحلة ثانية اللي هي بدايات كورونا، اللي هي رحلة إجلاء كانت من كوالالمبور لبغداد، هم رحنا مبيت إلى كوالالمبور، وهنا صارت الانتقالة. لأن بهاي الأثناء اشتريت كاميرا صغيرة الجوبرو، اغلب مقاطع هي مصور بيها. هنا كانت الانطلاقة، صورت بمدينة كوالالمبور والفيديو كان يعني فوق الربع ساعة. هنا الانطلاقية الحلوة كانت إلي، وبدأوا يصيرون يجون عند متابعين، ومن هنا قلت انه لا لازم استمر انشر هيك محتوى، يعني انا هذا اللي اعرفه وهذا اللي احبه، خل انشر واشوف وين اوصل. بس الصراحة هنا كنت شوية متردد بالبداية، أنا واثق من نفسي واثق من الشيء اللي أقدمه، بس التردد كان يجيني ليش؟ التردد كان يجيني بسبب مثل ما تعرفون البعض من نريد إحنا نقول نص أو الكل، بعض القليل بالسوشيال ميديا شوية قاسي بالتعليقات وقاسي
بالنقد يعني صراحة، هو النقد حلو من تجي تنقدنا على شيء تفيدنا أنا وياك بهذا الشيء، لكن مثل ما نشوف إحنا مجتمعنا السوشيال ميديا يعني والتعليقات والأنستا واليوتيوب، وتشوفون أنتم بعينكم التعليقات بأغلب المواقع، فكنت متردد من هذا الشيء ومدى قبولية الناس، إنه الناس يعني مثل ما نشوف مع احترام لكل صناع المحتوى إنه الناس راح تقبل هيك محتوى عندنا بالعراق، لأن هيك محتوى يعتبر هادف ومو أي واحد يباوع له، وقليلين الناس اللي يباوعون هيك شيء، فكنت متردد من هذا الباب، قلت خاف أسوي فيديوهات وأتعب وماكو ناس متلقين، يعني أنا صح بالي مو مادة ما محتاج للمادة، بس أنت همك كصانع محتوى يهمك تجيك مشاهدات، يهمك تكبر القناة مالتك، لأن أنت دا تتعب مسوي فيديو أنت تتعب عليه. فهنا كانت الفكرة إنه كل هاي التساؤلات بالبداية اجتني، بس عفتها وراي وصممت والحمد لله بديت، واليوم صار لنا تقريبا 10 أشهر والحمد لله والشكر، القناة بفضلكم وفضل رب العالمين أول شيء وفضلكم دا تكبر والحمد لله والشكر. هسه أصدقاء أعتبر روحي عن بداية الطريق بصناعة المحتوى والفيديوهات، فكل اللي شفته في فيديوهاتي هو تقريبا 10% من كل الأفكار والجهد اللي أريد أقدمه بالفيديوهات الجاية، فإن شاء الله الفيديوهات الجاية حتكون أقوى بعد بهواية. فبس أريد أقول لكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله على الفيديوهات الجاية راح تشوفون مستوى وأفكار وأكيد شغلات فيها فائدة أكثر. صار لازم أروح هسه السفرة، نشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله.